وهذا سامي يقول: نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا بإيجاز مفسدات الصيام. مفسدات الصيام بإيجاز على قسمين: داخلة للجوف أو خارجة من الجوف. الداخلة إلى الجوف مثل الأكل والشرب والإبر المغذية والأدوية التي تبتلع من الحبوب وتذهب إلى الجوف، هذه تفطر الصائم، ومثل حقن الدم، إسعاف المريض بالدم، هذا يفطر لأنه يذهب إلى الجوف وإلى العروق. وأما الخارج من الجوف مثل الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، لأنه يضعفها ولا يجتمع خروج الدم والصيام عليها لأن هذا يضعفها، ومثل إنزال المني هذا أيضا يبطل الصيام وهو خارج من الجوف. والله جل وعلا يقول: إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه، فهذا من الشهوة المحرمة وهو يبطل الصيام، سواء كان باستمناء، سواء كان استخراج المني باستمناء أو بجماع. فإن كان باستمناء فهو يبطل الصيام ويوجب القضاء فقط وعد التوبة إلى الله، وإن كان بجماع فهو يوجب التوبة إلى الله وقضاء اليوم والكفارة وهي عتق رقبة. فمن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. وكذلك من الخارج الذي يفطر الصائم استخراج الدم الكثير من البدن، إما بالحجامة وإما بالسحب الطبي، سواء يريد أن يسعف به المريض أو يريد به العلاج بسحب الدم، هذا يفطر الصائم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلاً يحتجم وهو صائم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. الحجامة تفطر الصائم لأنه أخرج الدم الذي به قوته، والصيام يضعفه فلا يجتمع عليه هذا وهذا. أما إذا انجرح وخرج منه دم بغير اختياره فهذا لا يؤثر على صيامه، لأنه بغير اختياره أو حصل له رعاف ونزف منه دم بغير اختياره، هذا لا يفطر الصائم. ومن الخارج الذي يفطر الصائم التقيؤ، وهو استفراغ ما في المعدة من طعام أو شراب، هذا إذا تعمده فإنه يبطل صيامه. أما إذا ذرعه القيء وغلبه بغير اختياره فهذا لا يؤثر على صيامه. هذه المفطرات باختصار. نعم.